النجاطيه كتستافد، النجاطيه لحاجه وحده، اي حاجه خايبه كيجيبوها لها، جابوا ليها المطرح لاننا شنو كنشموا منه؟ كنشموا منه غير ريحه، ريحه كريهه في الليل، في الليل لانك غتلقى واحد الرائحه بحال ريحه ديال الموت، بحال ريحه ديال الجثث كنشموها في الليل. ودابا جاو كيعبروا عطاونا بانهم جاو بنهار كيعبروا، كيقول لك بان داك الشيء هو هذاك مقاد. انا عطيناهم سؤال، قلنا لهم علاش اللي ما تجيوش تعبروا معنا في الليل وتشوفوا الريحه اللي كاينه، ماشي نضرقوا الشمس بالغربال، جيو في الليل وشوفوا شنو هو كاين، وجيو للدواوير المجاوره، جيو شوفوا شنو هو الريحه اللي كتشم، ما نعبروش حنا في المطرح، نخرجوا غير للدواوير المجاوره اللي كتبعد واحد كولوميتر ولا جوج من هنايا، وشم الريحه كتاثر الناس بامراض مزمنه، والفرشه المائيه ضرات، وكاين الناس اللي كتوفى بامراض السرطان. من هذا المنبر كنطالبوا بتخرج واحد اللجنه وتشوف لينا حنا اي اغلبيه ديال الوفيات عندنا هنا كيكونوا بمرض السرطان، كنطالبوا بشي لجنه تخرج وتشوف معنا هذا الشيء، تشوف معنا شنو الاسباب ديال هذا الشيء. هي اللجنه جات وتحاورت مع العمده المدينه، شنو قالت لك؟ شنو العمده ديال المدينه وعدتنا بان هذه الريحه ما غتبقاش، وعدتنا وتسول بان واش هذه الريحه اللي كاينه دابا هي اللي واش هي اللي كاينه. قلنا لها هذه الريحه اللي كاينه كتشمي دابا راه ماشي هي اللي كاينه، حيت هما عرفوا بان العمده جايه وداروا دوك السباقات الاوليه. فين هما؟ قلنا لا، الا جيتي تشوف في المطرح راه كتلقى عامر كله بالبعاره. فين هما البعاره؟ حبسوهم وحبسوا. فين هي ليكسيفيا؟ ليكسيفيا راه هي كتشوف فيها ليكسيفيا، كيفاش كتكون داك البعاره بحال كاين داكشي كتحرك ليكسيفيا. فين هي الريحه ديال ليكسيفيا؟ كاع ما كتشم. ونجي في الليل ولا جي على غفله وغتشوفي الناس شنو كيفاش كدير، تشوفي الريحه مني كتخرج. وفي الاول والاخير كنطلبوا منهم يديروا لنا السيده العمده تجي ودير يتحملوا يديروا غير داك كايت شارج اللي كاين هنا في هذا المطرح، تلتزم به هذه الشركه، لا تلتزمش بكايت شارج راه هذه الريحه ما غتبقاش، غتكون بحال هكا ديما. تحت الرقابه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، هذا المطرح كيهز تقريبا 4000 طن يوميا ديال نفايات مدينه الدار البيضاء، وايضا الجماعات المجاوره لمدينه الدار البيضاء. كانت واحد لابوليميك على رائحه كتخرج من هذا المطرح، وبالتالي كان لازم اليوم نجيو نفتحوا، ويعني بمعيه جميع اعضاء المجلس المكتب خصوصا، يعني هذه الرائحه منين جايه؟ كنشوفوا على ان الرائحه يعني ما هي رائحه الازبال اللي كنشموها عاديه، جبنا اجهزه تقنيه باش يمكن لنا نعبروا نسبه الغاز اللي كيخرج من هذا الشيء، لقينا على انه هذه التحاليل الاوليه مازال ما عندناش ديفينيتيف اللي كيبين على اننا في 0.0، فبالتالي هذا الشيء كيطمئن على ان الحمد لله ما كاينش غازات مسمه اللي غادي يمكن لها تاثر على صحه ديال المواطنين. ثانيا طبعا المطرح ديال اللي تابع لمجلس مدينه الدار البيضاء ما فيهش عمليات الحرق، يعني ما كنحرقوش باش تخرج شي حاجه اللي فيها رائحه ولا دخان، وبالتالي من غير المشكل على انه يكون دخان. فانتم كتشوفوا ما شفتوا حتى حاجه كتحرق. اليوم ملي كيجي الكاميون ديال الزبل كيدخل كيحط الزبل كيتم التمر ديالو سوغ بلاس وكيتغطى بواحد اون كوش بالتراب النباتي، وبالتالي لا يمكن باش، والغرض منه طبعا ما تبقاش تخرج الرائحه. فاحنا كنشوفوا ان العمليه راها مستمره، ها هو لو ستوك حتى ديال الاتربه كاين، وبالتالي باش نقولوا كاين شي خصاص في الاتربه والعمليه ما كتقومش، فهذا الشيء ما كنظنش انه غادي يكون ممكن. وبالتالي احنا مازال غادي نوقفوا على هذا الشيء حتى ندقوا ونزيدوا ندقوا ونتاكدوا يعني مصدر ديال الرائحه اللي كيتشكاو منها الناس. كاين المشروع الجديد ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، وحنا راه مشينا في التصور ديال لاننا بغينا مشاريعنا كلها تكون بيئيه. اليوم المصنع، لان الا شفتوا لو باسان الثاني اللي اليوم كنحفروا فيه غادي يبقى حتى هو واحد عام ونص، ومن بعد لا كاباسيتي ديال هذا المطرح ما غاداش تبقى ممكن تستوعب نفايات مدينه الدار البيضاء، وبالتالي خاص يكون مطرح مصنع جديد اللي فيه تثمين النفايات، وما غاديش يكون التمر ديك الساعات، سي لو غوسيكلاج انستونتاني ديال النفايات. وكنظن على ان هذا مشروع جد 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 مهيكل مهم جدا. الحمد لله في يعني القانون المالي حاليا لا وزاره البيئه ولا وزاره الداخليه وضعوا يعني النسبة المساهمة المالية فيه، اقتناء الأرض تم الاقتناء ديالها، حنا في المراحل ديال التسوية الوضعية العقارية ديالها، العملية إن شاء الله غادي تبدا ديال لابيل دوفر
غادي في الاشهر الجايه يعني تقريبا من هنا شهرين غادي يمكن لابيل دوفر يكون يتلقى باش نلقاو يعني المستثمر اللي غادي يجي للمصنع الجديد. يعني هذا هو التحدي الكبير، وكنظن على من المشاريع الجد مهمه اللي غادي تدخل في برنامج عمل مجلس مدينه الدار البيضاء باش تولي عندنا مدينه يعني بيئيه تحترم معايير البيئه. ما غاديش يبقى لا هاد التمر ولا هاد المشكل ديال الرائحه ولا والو. الازبال كيف ما كتجي كتلح كتدخل في ديك في دي ماشين، حتى يعني ما غاديش نحتاجوا حتى لهاد لا سوبرفيسي الكبيره اللي كتشوفوا اليوم هنا.